قال رحمه الله تعالى: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. هذا الكلام مهم للغاية، وهو يتناول البدايات والنهايات، ولذلك إنما الأعمال بالخواتيم. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث خطير جدا، والكلام ده مخيف، لا يقال لك من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. ذول لو صلى ساعتين بيقرأ واقف، وركع ساعتين بيسبح ويعظم الله سبحانه وتعالى، وقام ثم سجد وهو يقول سبحان ربي الأعلى وأطال السجود، وهكذا حسن الصلاة، ثم أحدث قبل السلام أي بطل وضوءه قبل السلام، فإن صلاته باطلة مع طول القيام وتحسين القراءة ومع التسبيح وإلى آخره، فإن هذه الصلاة باطلة لأنه لم يكملها، وإنما بطل وضوءه قبل السلام. وهكذا الذي يصوم ويقرأ القرآن ويجتهد في صيامه، لا نقول بأن قراءة القرآن غير مقبولة وهو صائم، لكن صيامه إن أفطر قبل غروب الشمس بطل شنو؟ صيام، مع أنه فاضل شيء بسيط، زي قبل ذاك في التشهد فاضل شيء بسيط. فإنت لو عبدت الله 90 سنة ثم قبل الموت خالفت التوحيد والعقيدة الصحيحة، فإن هذه العبادة وإن طال العمر وإن طالت المدة فهذه العبادة شنو؟ باطلة. مش الكلام ده خطير يا جماعة؟ والأخطر إنه المدة ما بتقدر تضبط نفسك، ترى واسي الصيام ده تجي عام ممكن تقول 10 دقائق نصبر، ترى نصبر، ممكن ما تصبر تقوم تاكل، الصيام ده انت ما قادر، صح ولا ما صح؟ لكن وجيت مساهر يوم الوقفة صلاة الصبح صليت في التشهد تنازع في النوم، ممكن تضغط نفسك لما تسلم، وممكن تراه مع التعب تنوم، لكن في الموت ده انت ما ضابط نفسك، دي الخطورة، دي الأخطر هنا ذاته، انه في الموت ده انت عقلك بتصل مرحلة بكون ماف، وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد. سكر ذهاب العقل، يعني في الموت انت بتقول شنو؟ انت الان ما عارف، مع انك انت داير تقول لا اله الا الله في الموت، ودار تموت على حسن الخاتم. شكاية يا جماعه الكلام ده مخيف والله، مخيف شديد. ولو داير تنجو بعدين في الموت بس تعمل حاجتين: اللجوء الى الله والعقيده الصحيحه، وتفعل الاوامر وتجتنب النواهي. عندك ذنوب تتوب، تتضرع لله، وتصدق، تكون ذو صادق ظاهرا وباطنا، وتكون مؤمن على عقيدة صحيحة، إن شاء الله يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تكون مستقيم، تفعل الأوامر، تجتنب النواهي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآية. وجماعة الزول يتضرع لله، يقوم بالليل يدعو، تدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا منادك. هكذا يدعو عباد الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، بعد شنو؟ وتوفنا مع الأبرار. ويوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ده هناك لما جاءت فتنة الشهوة، ولم يقع في الشر عليه السلام. لما جاءت مصيبة الموت، وقبل الموت: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عشان كذي نكرر الكلام الذكر أبو حازم رحمه الله تعالى قال: ما بلغنا عن أحد فيما مضى صحت نيته وصدق، أي في سريرته، وأصلح باطنه وظاهره، إلا ومات على حسن الخاتم. فتتحرص كل الحرص وتبتعد عن مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبعدين بتورطك. طيب، قال: لو قدمت لقمة وجدتها. لقمة كان قدمتها تلقاه، لكن ده مثل. ولكن يؤذيك الشرح، الشرح يعني انت عارف كان قدمت حاجة ولو بسيطة، بعدين بتلقاه عند الله شنو؟ يرى الله بضاعف. عشان كيف ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة، وهي أنه ما من عمل صالح إلا وفيه عشر حسنات. أي عمل صالح أجر عشر حسنات أقل شيء، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، إلا مثلها وهم لا يظلمون. أنت لو قدمت شيء بسيط وخلصت لله سبحانه وتعالى، الله منجيك به. عشان كذي الرجل قطع شجرة كانت تؤذي الناس، وفي رواية أنه أخر غصن شجرة أي شوك كان يؤذي الناس، قال: لعله يؤذي المسلمين، أو كلمة النحو، فشكر الله له فأدخله الجنة. وامرأة بغي في بعض الروايات رأت كلبا يطيف بركية أي ببئر، فخلعت موقها أي خفها، فنزلت البئر فاستقت له، فغفر الله لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين. فده عمل يا جماعة بسيط، ممكن الله شنو يرضى عنك بشيء بسيط. قال لك: لو قدمت لقمة
وجدتها وما تقدم من خير تجدوه عند الله. طيب ولكن يؤذيك الشره، هذا المثال ده يعني لو زول قدامه اكل، لو قدم لقمه لله سبحانه وتعالى بيلقاه قدام، لكن عنده شره، الشره الاقبال الشديد على الطعام، الاقبال الشديد حتى انه احيانا يخل بالمروءه، يلقاه في الحله جزء اكل واقع بجاي في خشمه، عنده شره هذا مشكلته طويله جدا، والاكل قاعد زي اللي ادخل تلجك مويه يمه لانه بيخنق، ما انت اقول براعه بعد شويه بتمشي ان شاء الله. الدريب ده بكبه طوالي ولا نقطه مستعجل لك شنو انت؟ لكن شنو؟ الشره ده يؤذي، الشره يؤذي الانسان ويحول بينه وبين ان يتصدق بهذه اللقمه. زول تلقاه جيعان شديد واصلا عنده شره في طبعه، خدت له الاكل هذا صحن كبير وده مسكين جنبه وهو معاه جوعه الشديد ده، بعد ياكل ويشبع بيكون فاضل شنو؟ باقي اكل، لكن من البدايه يطرد المسكين لانه عنده شره، شايف الصحن مع انه كبير لكن بشره وده شايفه شنو؟ وبعد شويه بيشبع وبكون فاضل باقي. ابن ادم ده قال لك نفس الشيء في الحياه دي، انت لو قدمت شيء بسيط بتلقاه، لكن يؤذيك الشره، الاقبال على الدنيا والاقبال على الشهوات وتضييع الوقت والانشغال بغير طاعه الله سبحانه وتعالى، كالشره الذي يحول بين العبد وبين ان يتصدق. طيب قال كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب، الخير جايك لكن لقى الباب، الباب ده قال فرده بواب سوف ولعل وعسى، ودي يا جماعة الكلمة دي استفيدوا منها الآن، لو ما في المجلس ده بس إلا دي نستفيد الآن، ناس كتار والله بيننا وبين يكونوا قمم في البلد دي وفي غيرها، والله ينفع بهم الخلق وينشروا الدين وينشرون العقيدة الصحيحة ويحاربون الشرك والبدع، بيننا وبين العلو بحق هذه الأمور الثلاثة. زول تلقى بيشتغل من الصباح للعصر، ثاني من العصر، من العصر إلى اليوم المقبل ما في، كل يوم تقول لا أحفظ القرآن لك أصبر لي شوية بس اللي جاء رمضان ده ببدأ ثاني ختمة جديدة وكذا وكذا، وعندي الشغل الفلاني بس شاغلني، ولعله يجي لقدام وقت افضى فيه، لعله يعني لقدام يمكن القى لي وقت افضى فيه، وعسى ان يوفقني الله سبحانه وتعالى. انت ابدا بالخير الله بعينك، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وفي المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انت ابدا الخير ما تكسل. قال فرده بواب سوف ولعل وعسى، وعسى ده كثير موجود، زول تقول له غض بصرك يقول لك والله انا ما لسه عمري هسه 20 سنه بعد تيم 25 واتزوج، قالوا الشغله دي بعد ذاك ثاني بتبقى سهله، قال لك منو؟ قال لك منو؟ انت تتقي الله سبحانه وتعالى السنة. والله زي ما قال واحد من اخواننا ومشايخنا الفقيه، قال الزول المبغض بصر وده لو يتزوج اربعه في النهايه شنو؟ لسه، لانه ما بدري من ردبينا هنا، واخطر شيء على السابح فتح البصر، خطر. طيب فانت ما تقول سوف، طوالي يا جماعه الزول يبدا في الخير، يحاسب نفسه يندم،
شوف عيوبه شنو ويصلح. الآن ما يمشي لي قدام، ما يقول لي قدام وكذا وكذا، وبعدين ما دعاين للخلق الحولك صاحبي فلان وده كذا وإلى آخره، تتظاهر قدام فلان تخلص لله سبحانه وتعالى. شوف اللي بينجيك انت مع الله شنو، ديل كلهم مدعين لهم، شوف انت اللي بينجيك مع الله شنو سبحانه وتعالى. والاستقامة على دينه وتعالج المشاكل اللي فيك. الزول بينه وبين طلب العلم حب الدنيا، طلب الرئاسة تلقاه منشغل بالسياسة والأشياء دي، ده مشكلة. واحد تلقاه مبتلى بالكورة، واحد قبل فترة ناقشناه اتكلم ويناقش وزمل واداب وناقش، بعد شوية طلع بيشجع ميسي، واحد قال له ميسي ده قال كذا وكذا وكذا، قال له يمكن ما قال يا أخي، يتورع في ميسي وما يتورع في شنو؟ في ذيل نحسبهم دعاة التوحيد. والله ما مصايب ومشاكل ناقشته أنا براي، وذاته إذا أنت ما تضيع زمنك، لكن إحنا ذاته مفروض ما نضيع زمننا. لذلك أنت يعني الذي ينجيك مع الله سبحانه وتعالى تلتفت إليه تجتهد فيه وما تضيع زمنك. قال كيف الفلاح، يلا شوف بذكر بعض الأشياء التي تعوق بين العبد وبين طريق الفلاح. الفلاح كما ذكرنا نيل المطلوب والأمن من المرهوب. الفلاح ده تنال المطلوب المرغوب، حسن الخاتمة وبعدين القبر، نعيم القبر وحسن الحساب أو ثقل الميزان الحسنات والنجاة في الصراط ودخول الجنة، ده فلاح. والأمن من المرهوب، أمن من سوء الخاتمة ومن عذاب القبر والأشياء دي ومن النار برحمة الله وبفضله. قال كيف الفلاح بين إيمان ناقص، إذا كان الذي يريد هذا الفلاح إيمانه ناقص أولا، بين إيمان ناقص وأمل زائد كذا. خلي الباقي الحاجات دي هسه أنا بذكرها لك، بذكرها لك المصنف رحمه الله، لكن بس أقف مع الاثنين ديل، إيمان ناقص وأمل زائد. أغلب الشر للزول العرف الحق واستقام عليه بسبب هذين الأمرين، يعني من جهة نفسه ينقص الإيمان ويطول الأمل، ولو أن الأمل قصير لتذكر العبد الموت فلم يقع في المعصية، ولو أن الإيمان قوي لمنع العبد من الوقوع في شنو؟ المعصية. شفت الإيمان مما ينقص، وبينقص بشنو الإيمان؟ بالمعصية وبالغفلة والابتعاد عن الطاعة والتقصير في أوامر الله سبحانه وتعالى، وبزيد بالعمل الصالح وبالعلم وبالقرآن، تلاوة القرآن وبسماعه الاستماع إليه. وأمل زائد، الأمل طويل وزائد مؤمل. الآن أغلبية الناس في أمل إلا من رحم الله تعالى، أمل طويل زي التاسي خد، بيقول لك حاجات ذاته بحيروك. والله واحد تلقاه عمره 60 سنة وبخطط ليلة شغل بينتهي بعد 20 سنة، يعني ده يعني شغلته لسه شنو داير يربح، ويكون الوقت ده عمره كم سنة؟ 80 سنة كثير تلقاهم كده وعايش في الحياة عايش. طيب قال بين إيمان ناقص وأمل زائد، عليك الله الكلمات دي ركز فيها نقطة نقطة، حاول عالجها، تعالجها سهلة جدا. الإيمان ده تدعو الله سبحانه وتعالى وتعمل العمل الصالح، تحرص على طلب العلم،
قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيمان ده بزيد بالطاعة. وبعدين الأمل ده تذكر الموت كثير، زي ابن الجوزي في صفة الصفوة نقل عن بعض السلف أنه يصلح القلب، تذكر تتفكر في الآخرة كثير، هذه تتفكر في الموت كثير، دائما تتفكر، بدل تقعد تتفكر لك في منظر شفته في الشارع ولا شفته في محل، تقعد تتفكر في الموت راقد فيه عن قريبك. تعاين السماء ده يوم شغلة دي بتشوف ملائكة جاية نازلة وأجنحة والنفس بيتكتم وبعد دم فارق الدنيا، الحياة دي شنو؟ طوالي تفكر فيها، قلبك ده بيمشي عديل إن شاء الله بيمشي، وإنك بتخش القبر يوم من الأيام. قال: ومرض لا طبيب له ولا عائد، كلها مجرورة لأنه جبال معطوفة على المجرور والمجرور هو بالإضافة. طيب: ومرض لا طبيب له ولا عائد، المرض ده اللي هو مرض القلب سواء كان مرض شبهة أو مرض شهوة، ومرض الشبهة يعالج بالعلم واليقين، ومرض الشهوة يعالج بالدعاء والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا المرض الذي يبتلى به العبد إذا ابتلي به هو مرض القلب يضعفه في سيره إلى الله تعالى، هذا المرض لا طبيب له، أي من عامة الناس، ما في تلاقتك مستشفى أمراض الشهوات لاقتك في الدنيا دي، لاقتك ما في، تلقى السنون عندها مستشفى، سنون يجيبوا لك سن كذي واحد محفور فوق محل اللثة وكذي، وتلقى العيون فيها مرض فيها دكاترة وما بعرف أمراض الكلى والأنف والحنجرة وشنو حاجات، ما بتلقى دكتور فاتح محل وممرض بتاع شنو أمراض شنو الشهوات وكذلك الشبهات من عامة الناس. اللهم إلا الدعاة إلى الله والذين يذكرون الناس، وهذا لا يكون كله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب: لا طبيب له ولا عائد، العائد الذي يزورك، أسي لو قالوا فلان ده في الكورة كراعه تشقت ولا حصل له شيء، الناس بيجوا، البيجي بيدي والبيجي بتركين والبيجي بحاجات والبيجي كلهم بيجوا، لكن كان قالوا زول لا والله الزول عنده مرض في قلبي مرض شهوة أو كذا، ما في زول بيجيك يقول لك سلامتك إن شاء الله تبقى وكذا قليل. قال: وهوى مستيقظ، هذا الهوى مستيقظ ليس هوى نائم وإنما هو مستيقظ أي قائم، وإذا قام الهوى ضعف الهدى في نفس العبد، هوى أو هدى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم شنو الهدى. وعقل راقد، العقل ماله راقد، والراقد بيتحرك ما بيتحرك، عشان كده لو تحرك العقل لحارب العبد يعني المعصية واتباع الهوى ولما أطلق لنفسه العنن أو العنان العنن، ساهيا في غمرته، هذا العبد في سهو في الغمرة، وهذه الغمرة من الغفلة. قال: عميها في سكرته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم شنو يعمهون، عميها في سكرته أي مترددا متحيرا
العميه الذي يتردد ويتحير، سابحا في لجة جهله. وصف الجهل كأنه لجة، بحر عميق مظلم. وهذا الرجل قال عنه سابحا في لجة جهله، والأخطر من ذا قال مستوحشا من ربه، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. والله دي علامة المرض. هسه في ناس بيفرحوا لما نقعد برا بيفرح، شكي الإمام أحمد قال وددت ما لا يكون، يعني أريد ما لا يكون، أريد مكانا ليس فيه الناس. وقال يحيى رحمه الله تعالى من قرناء أحمد من علامة التوبة، من علامة صدق التوبة حب الخلوة. أما الزول يفرح لما يكون براو، لأنه بسبح مستغفر تلقاه لقى إجازة ولا وقت فاضي براو كذا تلقاه مرتاح، يصلي يتنفل وتلقاه يعني في عبادة وفي طلب للعلم. لكن إذا صار مستوحشا من ربه، كان قاعد براه وخلع بربي بيكون متضايق، لا يا فلان يا أخي والله أنا زهجان يا أخي، مجيني يا أخي، لا قاعدة براي دي ما بتنفع معي كلكم، تلقاه كذي. ومستأنسا بشنو؟ بخلقي. تلقى في نص الناس يضحك متكيف جدا، لكن مما يبقى براو بيتضايق، دي علامة مرض. تنازل تخالطهم في الخير، وإذا خلوت بربك تكون في راحة وفي استئناس. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت شنو عيناه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في صحيح البخاري ومسلم. طيب الزول يا جماعة يستأنس بالله سبحانه وتعالى، ومما يعين على الاستئناس بالله سبحانه وتعالى الدعاء، أن يشرح الله صدرك. فإن موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طيب قال ذكر الناس فاكهته وقوته، أو فاكهته وقوته. إذا قيل فاكهته وقوته وارد، لأن الفاكهة بعد شنو؟ الطعام. وإذا قيل فاكهته وقوته فهذه أيضا واردة، لأنه ذكر في المقابل قال فاكهته وقوته وذكر الله. قال هنا كاتب حسبه، لكن هي شنو؟ حبسه. أيوة هنا في الطبعة دي مكتوبة غلط، بعدين صلح. قال وذكر الله حبسه وموته، معناه قبل القوة. طيب ذكر الناس فاكهته، يتفكه انه يكون مع الناس مرتاح. وقوته يكون قويا في وسط الناس. او قوته طعامه. وذكر الله حبسه وموته، بيتضايق ضيق شديد، يكون زي المحبوس لما يكون شنو؟ بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا مرض. لله منه جزء يسير، أي من ظاهره، لله من هذا العبد جزء يسير من ظاهره. هو المقصود الظاهر والباطن، لكن في النهاية في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وفي رواية ولا إلى ألوانكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب أهم من شنو؟
الباطن أهم من شنو؟ من الظاهر، لكن الظاهر واجب أو مهم، وأحيانا الظاهر يكون أهم من الباطن، أحيانا الظاهر يكون أهم من شنو؟ من الباطن. أنت بتحب الخير لأخيك، ده مش باطن بتحب، ده باطن، وبتصلي ظاهر ولا ما ظاهر؟ ظاهر. هنا الصلاة أهم من شنو؟ لكن تتوكل بباطنك وتعمل السبب بظاهرك، هنا الباطن أهم من شنو؟ من الظاهر. طيب هو الزول لا، حتى الظاهر اللي هو في الغالب الباطن أهم من الظاهر، هو الظاهر ذاته بدي الله منه جزء يسير، الظاهر ذاته، فما بالك الباطن. قال ذكر، قال لله منه من هذا العبد جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره، لغير الله سبحانه وتعالى. مشكلة كبيرة جدا، في ناس عايشين زي الآلة بس يأمرون وينهون الناس، وجاري وتعبان لرضا الناس، كان مشى مناسبة تاع الزواج ما من باب وإذا دعاك فأجبه، بس يقول لك النازل بيزعلوا يا أخي، كان ما واصل لهم كمان بيزعلوا، وأجر بوكسي ويسوق ناس البيت في الغرة يعني ويمشي، إلا من رحم الله. وما الكل، ما كل الناس، نحن ما بنخش في النيات لكن بنتكلم بالعموم يعني، وتلقى تعبان وجاري عشان الناس، انت تعمل عمل لله سبحانه وتعالى. والله كما قال ابن القيم رحمه الله: الذي يجتهد من غير إخلاص ولا اتباع كالذي يملأ جرابه أو جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. الجراب مالي ورمل، أو شيء تقله، قبل كان فاضي كان بيكون خفيف عليه، تقله ده ضرر، وبعدين قدام ما بينفع، كان جاعث الرملة دي بتنفع في سفر ما بتنفع. الذي يجتهد من غير، في العبادة، من غير إخلاص ولا اتباع، أو في العمل من غير إخلاص ولا اتباع، كالذي يملأ جرابه، كالذي يملأ جرابه رملا يتعبه ويثقله ولا ينفعه. لذلك قال: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. فالإنسان يجعل قلبه وظاهره وباطنه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده الفصل الأول، ده نقف معه. الفصل الثاني: لماذا جعل آدم آخر المخلوقات، أو فصل بين القلم وآدم عليه السلام. لا شك أن القلم خلق قبل آدم عليه السلام، لكن اختلف العلماء في أيهما، في أيهما أول، القلم أو العرش. ورجح ابن القيم رحمه الله أن العرش خلق قبل القلم، ذكر ذلك الشيخ الفوزان في إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري. طيب، يعني أول شيء خلق القلم بالنسبة لآدم عليه السلام، وخلقت هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشياء، ثم خلق آدم عليه السلام. يذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل مجموعة من الأسباب التي جعلت آدم يكون آخر المخلوقات بالنسبة لهذه المخلوقات التي ذكرت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان أول
كان أول المخلوقات القلم، أو كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها. أول شيء بدو القلم ليكتب المقادير قبل كونها، قبل أن تكون. الكتابة العلم، العلم والكتابة والعلم والمشيئة والكتابة والخلق، العلم والمشيئة والكتابة والخلق، هذه مسائل القدر الأربعة. طيب، كان أول المخلوقات القلم، يعني كان القلم أول المخلوقات ليكتب المقادير قبل كونها. كلام ده واضح يا جماعة. طيب، وجعل آدم آخر المخلوقات وفي ذلك حكم. كون آدم آخر المخلوقات في ذلك شنو؟ حكم. طيب، أحدها واحد تمهيد الدار قبل الساكن. أول شيء بيبنوا شنو؟ الدار، بعد ذاك بيجي داخل شنو؟ الساكن. فخلق الله السماوات والأرض والأشياء قبل أن يخلق آدم، تجعل الدار تمهد ثم يأتي شنو؟ الساكن. دي واضحة. الثانية، حكمة الثانية، أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر، هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إلى آخر الآية. طيب، فآدم هو الغاية، لأن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها شنو؟ الإنسان. في أمانة، الأمانة دي السماوات ما حملتها ولا الجبال ولا الأرض قبل الجبال، وإنما حملها شنو؟ الإنسان. هذا الإنسان ليقوم بها لا بد أن تسخر له هذه المخلوقات ليقوم بهذه الأمانة. فآدم الغاية، وهذه الغاية آدم عليه السلام خلق لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودي الغاية عشان ما تضيع زمنك كثير. والله في ناس المسجد ده بيجوا ما يعني المسجد، في ناس بيجوا غايته ذاته ما عارفه وشو. انت جيت المسجد ليه؟ انا دار عارف. خلي كلام عام، انت المسجد ده جيته ليه؟ الغايه شنو؟ ناس تلقاه يجي يقعد جنب المكيف هناك، تلقاه بس قاعد جنب المكيف ولابد، مره يرفعه فوق مره ينزله تحت ومره كذا، بس ده موضوع. واحد ثاني يجي يقول لك دي محلي في الجامع، المحل دي محلي، انت زاول لك مربع في الجامع. واحد ثالث برضه بيجي بنظر في الجامع، موضوع طويل. لكن في نهاية الأمر نحن الموضوع ده طويل. والله انت الغاية، الغاية شنو؟ انت بتعمل في شنو؟ المسجد انت بتعمل في شنو؟ داير منه شنو؟ إذا أردت رضا الله، عشان احنا الكلام تستفيد يعني، ما تقول زعلان، تستفيد يعني. ماذا تريد من المسجد ومن خدمة المسجد؟ تريد رضا الله، ما يرضي الله افعله وقاتل فيه، وما لا يرضي الله وإن أرضى الناس فلا تتعب فيه. بس باختصار، باختصار شديد، أنت جاي المسجد عشان ترضي الله، صح ولا ما صح؟ بالراحة كده، قال برضي الله اعمله، كان المسجد كله زعل ما تشتغل به. والما برضي الله يا اخي ما تتعب فيه، حتى لو برضي الناس، لانه ده بيت الله ما بيت الناس، ده بيت منه؟ بيت الله سبحانه. ارضي صاحب الدار اذا صح التعبير،
لذلك طيب، فالغاية آدم عليه السلام خلقت هذه المخلوقات من أجل أن يستعين بها على عبادة الله، وهذه هي الغاية من خلق آدم عليه السلام، عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. طيب الثالثة، الحكمة الثالثة ليجا آخر المخلوقات، قال أن أحذق، أنت في النسخة دي مكتوب أنه، هي أن أحذق الصناع، أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدأه بأساسه ومبادئه. أحذق الصناع آخر شيء بيختم بالعمل بيكون ده أحسن شيء، صح ولا ما صح؟ وبكون أجمل شيء. أزول لو دار يعمل عربية، كأس العربية لو فرتقوا لك شفتها عظومة، وأنا عمنا محمود مشى أظنه بيجي راجع، لو شفتها عظومة بس الهيكل تحت بيسموه الشاسي والحاجات دي، تشوف الهيكل ده موروك لساي، شفت عربية ساي قول لهم، يمكن تقول لهم استروا عورتها المنظر أول شيء. لكن في النهاية، في نهاية المطاف يعملوا شنو؟ يقوموا يجيبوا الحاجات القدام والورا والصندوق الورا والأنوار وما بعرف والزركشة والأشياء وحاجات في الطاسات في اللسات، حاجات كثيرة جدا ومرايات وأشرطة وأشياء. دائما انت بتختم العمل باحسنه باحسنه. هزول خلاص دار يقفل دكانه اخر شيء بنظفه ويمرق، صح ولا ما صح؟ مع انه في نص الشغل تلقاه فيها اكياس هنا وفينا، لكن بعدين بنظف ويمرق، خليه نظيف. وهكذا الانسان، لو واحد مدير مدرسه دار نقول له مدرسه ثانيه بيخلي اثر وراه ظاهر، جيها الكولارات وما بعرف ايه، المفروض يخلص لله. وتلقى الزرع جاي وكيف وناي ناس بعده في الطابور، المدير يشكر المدير الجديد، الله ما شاء الله زولا، والناس الموجهين يجوا، واشياء كثيره جدا في الحياه دي. فاحذق الصناع يختم عمله وصنعته بافضل الاشياء، بافضلها وباحسنها. فكما ان السماوات جميله وخلقها الله قوية سبع الشداد، وكذلك الأرض، وكذلك وكذلك، فإن آدم جاء في آخر المخلوقات وهو من أفضلها، لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والآية دي تاني بتجينا لقدام إن شاء الله. طيب الرابعة، الحكمة الرابعة، أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما. ولهذا قال موسى للسحرة أولا ألقوا ما أنتم ملقون، فلما رأى الناس فعلهم ألقوا الحبال والعصي إلى آخره، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. ما شفت في المناظرات دائما أخواننا بيختاروا الفرصة شنو؟ الثاني نمرة اثنين، وكانت دون الأولى ذاته بجيه الشغلة فضل الله، لأنه داعية الشرك ما عنده حجة، لا برهان له به، لا برهان له به. قال الجامي في شرح هذه الآية، هذه اسمها صفة كاشفة، لا برهان له به، ما بيقدر يقدم دليل صاحب الشرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. دي ما شرطية، وإنما هي صفة كاشفة، لن يقدم دليلا ولن يستطيع أبدا، لن يجد دليلا،
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، أما صاحب التوحيد ذو الحجج ذو الأدلة، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد لواحد، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلى آخره. طيب، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده، السحر ألقوا الحبال والعصي، فتطلع الناس إلى ما يأتي بعدهم، وأن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لأن الحق جاء بعد شنو؟ بعد هذا الباطل. ودائما لما نزول يقدم كلام الناس بتنتظر الخصم بيقول شنو، بيقول شنو. فلما خلقت السماوات والأرض والجبال جاء آدم عليه السلام. طيب، الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات، أي وجعل النهايات أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. شوف الحكمة شنو الخامسة، أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب، أفضل الكتب القرآن واحد، والأنبياء أفضل الأنبياء النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن آخر الكتب، ومحمد بن عبد الله آخر شنو الرسل صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه. طيب، والأمم، الأمم ذات آخر الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل شنو، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إلى آخر الزمان، يعني أخر هذه الأشياء وهي الكتب والأنبياء والأمم، أخر أفضلها، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، أفضل الدنيا ولا أفضل الآخرة؟ أفضل الآخرة. وآدم جاء بعد شنو؟ بعد خلق هذه المخلوقات، فهو أفضل من هذه المخلوقات، وذريته من أطاع الله من ذريته فهو أفضل من شنو؟ شكيل زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إهراق دم مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي رواية الكعبة قال والنهايات أكمل من البدايات، النهاية دائما أكمل من شنو، لأنه في زول بيبدأ وبعد شوية بينتكس، لكن الذي يختم له بالخير هذا أفضل من شنو. طيب، وهذا عام، يعني ده كمثال. فكم بين قول الملك للرسول، الملك هنا جبريل كما هو معلوم، والرسول هنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والملك جبريل عليه السلام، اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، وهو صلى الله عليه وسلم ما زال في زيادة من العلم والخير، فهو بين وقت أن قيل له اقرأ ووقت أن قيل له اليوم أكملت لكم دينكم، في فرق ولا ما فرق؟ في فرق. في البداية كان نبيا، ثم صار رسولا، ثم ما زال الوحي يأتيه حتى أتم الله به الدين وأكمل به الدين،
فهو أفضل الأنبياء ونهايته أفضل النهايات صلى الله عليه وسلم، وحاله في آخر عمره أفضل من حاله في بداياته، مع أن حاله في بداياته لم يكن فيها سوء. عرفت المثل؟ طيب، السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير، يعني فيه صفات آدم عليه السلام، شجاعة الكذا الكذا، بتلقاها في صفات. تفضل. قال: فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر. فهذا العالم فيه من الاتساع وفيه من الصفات في بعض المخلوقات ما يجده العبد في آدم عليه السلام. ولو كان الأسد فيه شجاعة فآدم شجاع عليه السلام، ولو كان في كذا الكرم فآدم كريم، ولو كان في كذا إلى آخره. ودائما ننسب له الخير. لذلك قال في التي بعدها السابعة: نحن اخترنا من العالم ما فيه الخير. قال لأن قال السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات، الخلاصة والثمرة فيها الخير. ذلك اخترنا من العالم ما فيه الخير. طيب، الثامنة أن من كراماته أو من كرامته على خالقه، من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. عتيد يعني مرصود أمامه موجود. أن من كرامته على خالقه، أي من كرامة آدم عليه السلام عند الله سبحانه وتعالى، أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته. ده كله مهيأ، هيأ له مصالحه آدم عليه السلام ما يصلحه. فخلق الله البرد والحر، وهو أحيانا يحتاج إلى هذا وأحيانا يحتاج إلى هذا، وخلق الله الشمس وخلق القمر، يحتاج إلى الشمس بالنهار ويحتاج إلى القمر بالليل، وخلق الله الأنهار وخلق الله الأشجار وجعل له الأسباب، فجعل له الأسباب التي بها يزرع والأسباب التي بها يرعى وغير ذلك من الأمور، وجعل له الآلات سبحانه وتعالى. من ذلك ما في خلقه هو في آدم عليه السلام كاليدين والرجلين والعقل إلى غير ذلك، وأسباب حياته جعل له الأسباب من المأكل والمشرب والمسكن، وأنه يتزوج وأنه يرزق بالذرية. فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد، يأه الله تعالى له. التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدمها عليه في الخلق. دي يا جماعة برضو انتبهوا ليها، أنه أراد سبحانه وتعالى أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه، شرف آدم عليه السلام، وفضله، أي أن يظهر فضل آدم عليه السلام على سائر المخلوقات، فقدمها عليه في الخلق.
قدمها. ثم جاء آدم عليه السلام، ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء، ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. وهذا لم تقله الملائكة على سبيل العجب ولا التكبر، ولكن لأن الله أكرم الملائكة. فلما خلق آدم، أو فلما خلق الله تعالى آدم، فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له قال للملائكة: اسجدوا لآدم، ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخره. فلما وقع في الذنب بعد هذا الشرف، ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، لأنه بعد شنو؟ وقع في الذنب وأخرج من الجنة. قال: ظنت الملائكة أن ذلك الفضل، وهذا الفضل بأن أمر الله هذه الملائكة بالسجود له وبالعلم، ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، يعني بسبب هذا الذنب، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة، أي أن العبد إذا تاب فإنه تعود منزلته عند الله سبحانه وتعالى، بل يبدل الله سيئاته حسنات، ويحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب شنو؟ المتطهرين. يعني ليس مجرد الذنب هو دمار العبد بالكلية ما دام أنه سيتوب لله سبحانه وتعالى. فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية، هي عبودية التوبة، علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه، أن لله في خلقه سرا. معليش يا جماعة أنا ما قايلت ما تتهجم يا غليان لا تهجم. طيب، علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. السير وين؟ في أنه ظهر الذنب، فظنت الملائكة أن فضل آدم نسخ، وهناك سير وهو أن الله شرع لآدم عليه السلام ولذريته ما يصلحون به مثل هذا الذنب، وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. العاشرة، الحكمة العاشرة، أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم، افتتح خلق هذا العالم بالقلم قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، لأن الإنسان يتعلم بشنو؟ بالقلم، فإن القلم آلة العلم، فإن القلم آلة العلم، والإنسان هو العالم الذي يتعلم حتى يصير جنو عالما. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم في ذلك الوقت. خلق الله الآلة وخلق المخلوق الذي يستعمل شنو؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان إلى آخره. هذه بعض الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل آدم عليه السلام، وفي أنه خلق بعد هذه المخلوقات، وأن هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا فضل لآدم عليه السلام أن خلق في آخر المخلوقات، هذا فضل له. ولذلك من قام بطاعة الله وباستعمال هذا القلم في طلب العلم النافع من ذرية آدم كان له من الفضل بحسب طلبه للعلم.
والعمل به وتفضيل الله له. ومن أهمل هذا العلم ووقع في الجهل وإن جمعت له أموال الدنيا فهو خاسر، فهو خاسر، كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى: جعلت العلم، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. وابن حجر رحمه الله قال في قوله تعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما، قال: هذه الآية فيها فضل العلم، لأنه أمره بالاستزادة منه، ولو كان غير العلم أفضل من العلم لأمره بالاستزادة منه. فأنت شنو؟ تطلب العلم وتعمل بالعلم وتعظم العلم، تعظم النصوص. وده موضوع إن شاء الله نتطرق إليه إذا مد الله تعالى في الآجال، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، ذر صلى ركعتين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والأيام فيه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.